إني أحبك يا أيتها الملكة. وأنا أيضا أيها العشيق. إنه ابني أنا. اختبئ أيها العشيق. إنه مقدم، إنه يقتل. أمة، أين أنت يا أمة؟ إنني هنا. ماذا تفعلين هنا؟ إنني هنا يا هاملت. شو؟ اسمع، لقد أسأت كثيرا إلى أبيك. لا يا أمي، أنت التي أسأت إلى أبي. ويحك، أنا سيتني؟ شو بقول هلا؟ هلا بتقلي إنه لا أنسكي، أنت ملكة وأنت أمي وأولادك لم تكوني وبتقرب لا تخنقني. يلا. شو طويلة، لا إلي شي جملة أصغر. هني بس رحية، شلون بدك تقدمها بكرة؟ يلا. طيب. لا لم أنسكي، ويا ليتك لم تكوني أمي وبتقرب تقتلني. وطي صوتك سمر هلا في أمك. شو بدك؟ مظبوط، بس لازم أقول النجدة. النجدة أين ورد قتلي؟ ما هذا؟ طيب. قتلتني. شلون هيك منيح؟ تاخذ الحل عن جد للطيارة على الجنة. عن جد بدك تطلع الأول. يا سلام، عن جد عم بحكي. بس اسمع أحمد، ليك يعني في مشكلة بالمسرحية، مدري شلون ناشفة مثل القريص، بعدين يعني ما فيها كلمة حب من أول لآخر، مدري شلون فلسفة. شلون شو عم تحكي أنت؟ مع بالي حب، في هاملت بحب أوفيليا. ما بيكفي أحمد، ما بيكفي. بعدين في شغلة لازم تحسب لحسابها. شو هي؟ يعني اسمك. اسمك مدري شلون مو فني. يعني هيك لازم تنقي لك اسم تاني يبلفهم للجنة هيك بلف. شلون يعني؟ هات لشوف. اخترنا اسم احمد غامض، تكون هيك في خصوصية. عرفت شلون؟ احمد الليل. احمد الليل. احمد الليل وتمثل ادوار رعب. شو لك؟ شو عايشة ببيت مجانين انا؟ لك لمين طالعين؟ الله يرحمك يا ابو احمد. وتقصفت رجلينا ونحن دايرين، فتنا السوق ونحن عم ندور على محل غالب بيك الجديد. كل واحد يدلنا شكل، ما تركنا محل وما لقيناه. منه الناس عرفوا، منه الناس ما عرفوا. صحيح قلنا هو عم يعمل ديكور لمحله الجديد، بس لازم يا اختي اعرفه انا كمان. عم باخذ له ناس يشغلوا مصاريه. لكان ونيال ما نفع واستنفع. شو قلتي؟ لكان أخذت اليوم معي سنية خانو، معها هي 100,000 ليرة. هي ما رضيت بالأول، بس أنا لما حكيت لها على أمانته قالت لي هلا أم أحمد بتاخذيني لعنده. ليش؟ لحتى يضلوا المصاري بالخزانة بدي شغلهم. أيوة. شلون؟ جايتك بالحكي أنت، لا تقاطعيني. قلت له من دق له تليفون، قال تفضلي، ودقينا له كمان ما حدا رد. لقينا شي ساعة من دق وما حدا عم يرد. قمنا أخذنا بعضنا ورحنا لشخصي على الحريقة من محل لمحل. لك عبقول لك تكسرت إجرينا. ما بعرف أنت يصير، ما بعرف، حاسة إنه أنا قلبي قامضني. ما بعرف هيك حاسة. لك جايتك بالحكي، هو ما بيشك بأمانته معك أنا، بس بتعرفي متيسير الحيلة والفتيلة. يعني لو لا سمح الله معك حق، أنا قلت هيك كمان. يلا منستنى لبكرة ومنشوف. شلون؟ ما بعرف حبيبتي، بكرة بيجي لعندك ومنشوف ساعتها شو بدنا نساوي. إيه شو علي؟ ما بعرف، قلبي قامضني.